سيدنا آدم كان في الجنة كان مستور. وأنا بقول الكلام ده علشان لما نفكر نطلع الموضة، الموضة مش إن إحنا نتعرى، الموضة مش إن إحنا نكشف ملابسنا ولا نقطع هدومنا ولا يعني نكشف ما حرم الله أبداً. إنما الموضة لو أنت عايزها تشوفيها في القرآن، عارفة التعري ده في القرآن الكريم ربنا ذكره، غضب حينما عصى آدم قال إيه؟ فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. لو العري زينة يا ستي دعاء يبقى في الجنة، لكن في الجنة ربنا قال لنا لا، ده انتوا هتبدلوا في الهدوم زي الست دعاء كده، ما بتبدل في الرطم وانا ببدل في الكواكيل، فمرة يبقى ثياب ايه سندس، ومرة استبرق، ومرة خضر، ومرة حلل الكرامة زي ما في الحديث، وهكذا تتنوع ثياب أهل الجنة حتى يتنوع النعيم. نورتين يا ست دعاء. لا وانت بتقرر تخلص قبل ما انا اخلص يا شيخ؟ طيب خلاص دلوقتي الله. ثانية واحدة. أيوة بس ثانية واحدة بس. أيوة قولي كمل الآية. أنا حاسس بعد ما تخلص هتقول لي لا كمل الآية. هكمل أنهي؟ لا يعني لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر على يعني إيه أن لن يضيق عليه أحد. خلي بالك يضيق جدعة. ما أنا ما كنتش عايز أخش معاكي هنا، دخلتي خدي بقى. إحنا يا جماعة لما نيجي نفسر القرآن ما ينفعش الست دعاء تتكلم فيه ولا محمد أبو بكر يتكلم فيه، إنما يتكلم فيه من تخصص في علم التفسير. الإمام ابن تيمية رضوان الله عليه يقول أنا كنت بقرأ للآية الواحدة 100 تفسير علشان أصل للمعنى المراد. ابن تيمية 100 تفسير. أنت النهاردة ربما سمعت شيخين ثلاثة وتيجي تهبد في كل حتة في القرآن الكريم. ودي الآية دي خدي بالك بقى، مش كل لفظ في القرآن يحمل على معناه. يعني يقدر والدليل أيحسب أن لن يقدر انت خدي بالك بقى يقدر دي احنا معناه انه حد يقدر. اديك الدليل الدليل. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ده نبي لو ظن أن الله لن يقدر عليه زي ما في دماغه ودماغه كفر. إنما لا، فظن أي تيقن. الظن مع ربنا ايه؟ يقين. زي ما ربنا يقول لك عسى، تعرف ان عسى هنا ما تفيدش الاحتمال، تفيد الايه؟ الوقوع الجزم. لا وقدر عليه رزقه. جدعه كنت لسه اقولها لك. فظن ان لن يقدر عليه يعني يضيق عليه. وبعدين فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. ضيق عليه رزقه فيحسب ان تضييق الرزق اهانه، مع ان تضييق الرزق كرامة. كرامة ليه؟ لأنه سبحانه ما أغلق عنك بابا إلا ومنع عنك أبوابا. والصالحون كانوا إذا رزقوا بأموال كثيرة سألوا الله العصمة فيها والصبر على ما آتي من خلفها. هو جاي من وراها قد إيه؟ ولذلك كان أهل الصلاح يقولوا يا ست دعاء بعد لزي حالتي وحالاتك، ما همش أهل صلاح، أهل ستر. فأول ما يجي لهم فلوس جامدة كده يعملوا تمام حلوة مزهزاها وتكلم الشيخ محمد والشيخ محمد يكلم. طيب ولما يبقى متضايق وما فيش فلوس تعمل بلوك للشيخ محمد والشيخ محمد يعمل لها بلوك. ده أهل الستر. إنما أهل الصلاح قوم إذا أعطوا صبروا وإذا منعوا شكروا. ولذلك الغاية من التقوى في القرآن الكريم إيه هي؟ خدي بالك الغاية من العبادات، أنت بتصلي وتصومي ليه؟ عشان لعلكم تتقوا. الغايه من التقوى ايه؟ الشكر. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. عباده الشكر دي مش اي واحد يوفق ليها. ولذلك في القران قال ايه؟ وقليل من عبادي الشكور. نشكر ربنا ازاي بسرعه؟ نشكر ربنا ازاي؟ ان نرى كل شيء قادم من عند ربنا جميله، وان نصر بالمصيبه سرورنا بالحسنه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا وقع بك البلاء قلت الحمد لله في السراء والضراء، لأنك موقن أن كل شيء بعلم الله وبقدر الله، فلن يأتيك شيء إلا والله يراه مطلع عليه. ولذلك قال لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم.